جامع الفاتح في اسطنبول. جامع الفاتح سمي مجمع الفاتح لأنه اللي بناه السلطان محمد الفاتح بعد فتحه للقسطنطينية وبني ما بين عام 1463 إلى عام 1470. بناه يقولوا واحد معماري مو اسمه عتيق سنان أو سنان باشا كان يسمى، كان يعتبر من أكبر الجوامع في العالم. جامع الفاتح هو قريبة من هنا سور أسواق القسطنطينية. ما شاء الله، طبعا جوامع اسطنبول فيها عظمة وفيها فخامة وفيها كده شعور غريب يا أخي بصراحة، قوة وفخامة. طبعا اليوم حق الدولة دي قعدت عمرت 600 سنة، لمدة أكثر من 300 سنة كانت تعتبر أكبر قوة في العالم لمدة 300 سنة. الثلاثين سنة الباقية كانت تعتبر من القوى والدول القوية، بس طبعا مو زي في الأولات. أشوفوا كيف الفخامة والعظام. الخير هذا مسجد عمر من فترة طويلة، شوفوا كيف كان. هذا من داخل الجامع، شوفوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا في جوامع كثيرة كده في اسطنبول، هنا اسماء الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، الطراز ده، وفي كبار الصحابة طلحة والزبير. الديزاين هذا مكرر كثير حتى في حرم المدينة المنورة، هتلاقيهم مسوين زي كده. طبعا مشهورين مرة بالقبب. حقيقة المسجد عظمة عظمة عظمة، له مئات السنين وإلى الآن. طبعا تركيا تعرضت إلى كثير من الزلازل، لكن سبحان الله المسجد. حجم هنا طلحة والزبير، في هنا اسم الحسن والحسين عليهم السلام. طبعا عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة بن الجراح، أسامي الصحابة كلهم، المصطفى عليه الصلاة والسلام،